وراه ابعد من ذلك. اجل الوطن كما يخطوا وكونترولهم احنا نعكسوهم ونهزلوهم ونعزلوهم. على بالنا ما يمشي وحدهم، ما يمشي وحدهم. انا درس الموضوع على مليح مليح انطلاقا من الزيبة المتواضعة. Moi j'ai toujours dit dans mes souvent, j'ai toujours gardé mes pieds sur terre. C'est un demi j'ai pour là. Kingoul, nous serons au Tawa, Véra, Narsa Ningoul. Halunes, Khajim Rahmat Rabbi. Ou Khajim Rahmat Rabbi, c'est Nadan. مهما كانت صعوبات ومهما كانت في الحياة على بال إنسان يتعب، ولكن حاجة اللي يرتاح باله هو يخرج منتصر. أهم حاجة شوف الاستعمار الفرنسي كيف يثبت لبعض من الناس كما راني بثوا اليوم هذا العصابة هذه يتكلموا كلام والحراك هذا سواء ديزون الحراك هذا يتبناوه. قال فلان مش مليح، قال فلان مش مليح، يعني ما يكونش عنده واحد ذكاء قبل يقول واحد مش مليح تبحث ما هي الاسباب اللي وصلت. يقول هما داروا مؤامره قبل 2015 كما كنت تكلمت قبل على كل الدرجات والنسبات. انا قلت انا تكلمت اول ما تكلم الانسان تكلم عن الغام. الجزائر لغموها بجامع المؤسسة تاعها، وأنا متأكد وعندي أدلة، أدلة قاطعة. يحسبوني كنا متكلفين بالجيش، بتكون الجيش بتكون الجيش واحترف الجيش. إن كان عندنا جيش قبل 2004 كان في حالة توتنا بكل صراحة. ليش غير قادر ما يوجه باستثناء ذاك الوقت سيارتي كنت مش كانت حاكمة أنا لا لا بد دي حقيقة حب أذكرها ودي حب يقول العكس يجي قبلني سيارتي ما راح تبدأنا في 1994 بارك le taux de complètement des GD de 40-50%, pas plus. Nous battons toute la moitié, la plus. Il n'a jamais eu de l'espèce de l'État, puis j'ai mis à pouvoir, puis j'ai mis à modérer. Mais il faut que faire, mais il faut que le responsable soit ici, mais il faut que le responsable audacieux pour pouvoir mettre la machine en place. Alhamdulillah, جيش صبع جيش مهاب ولو بعد دول الكبرى فربما سيتم بروبابيليتي ما يسيوناش ولكن يحترموا بحكم الجغرافية بحكم التاريخ بحكم حتى المقدرة. وهذه التمرينات اللي راهي في الميدان طول العام في البروغرام توت لاني او ما بريزونس دونك يعملوا لها قيمة كبيرة. فهذا الكل اليوم تشوفها من هبة ودبة باش نفهموا ليه. وقلت هذا الدبات انطولتوا لكن تقولوا بلاك هذا السيد هذا من قلبوه قلت لهم والله وتفكسوا جيبوتيان بريتات انا ما يخوفني لا في الفيلم ولا في التالي باش نتفاهم مليح وما على باليش بك واش تقدر تمشي داير كرام كما هضرناها في التلفزيون قال اي
تعليمات أو أي قرارات كما قلت فورا لاحقا في التلفزيون. أنا جاوبتهم قلت لهم أي قرار أي اقتراح أو قلت أي قرار خارج الدستور مفروض جملة وتفصيلا. أخبط راسك. مسكي أدريسي البريزيدون الربيبي قال اليوم كونفورم على الكونستيتيسيون فو ديبوزي لا ديميسيون. تكلمنا على خمسة ستة نروح. مش من حراك هذا قلت حراك حالي رغمنا مش من حراك هذا ما رغمنا ولا. حنا اللي خدينا زي الأمور. الأرتيكل ساندر شكون اللي ديكلارها؟ حنا ديكلارناها مجانب. قلت لهم ما عجبتش الناس كل من الرئاسة ورمت. ومن بعد زدنا كملنا على 87 قال بلال شرطة ما زال عبر دور ديكلارها في الدراسة. قال لي بيس مينيستر بيس مينيستر من قوس بوليسيك. دونك عنده دو شابو. يدرس سياسي وقت ولا عسكري. دونك يعني فهمنا الناس هادو وما خلي الجزائر تروح. خاطر ما لو غفلنا او غفلت وليت في حاجه اخرى الهيبه ما نعرفوش كان الجزائر تروح. قلت لهم والله كان في الفلوس. يجب تشين ريتات كيلكو سوا لو بري. انا عمري ما خلطت القرارات. قالت تهم البلاد. ما قال شخصينا. بصح لما نكون على حق ندافع على البلاد جيري 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 جيسكو وما يخوفني حتى واحد هذا البنتات هذا عاد يخوف الناس.